أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين الكرام، حلقة جديدة من برنامج سفرتنا معكم إيهاب بن رجب. إن شاء الله اليوم حنقدم لكم وصفات رائعة وسهلة وبسيطة. أول وصفة حتكون عندي بابشكان بالبط، وصفة رائعة جدا وسهلة. وإحنا طبعا ثقافة البط عندنا شوية ضعيفة، ولكن اليوم حبيت نشارك معكم وصفتنا. نبيكم تكون عندكم الجرأة تجربوا وصفة البط، حتكون سهلة مع تتبيلة رائعة جدا، وحنعطيكم كل النصائح للتعامل مع البط. أما تاني وصفة حتكون عندي نوع من الغموس بالفلفل والجبن مرافق لطبق الرئيسي. نتعرف مع بعض على وصفتنا الأولى وبعدها نرجع لكم باش نطبقوا مع بعض الوصفة. مكونات وصفة البابشكان البط، نحتاج إلى 1 كيلو من البط، 1 كيلو من الشعيرية، 2 حبة بصل، 4 حبة جزر، رأس ثوم كبير، 3 قرن فلفل أخضر حار، ملعقة كبيرة من الهيل، 10 حبات من القرنفل، ملعقة كبيرة من الكاري، ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الهيل البودرة، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار، كوب من العصير الليمون، ربع كوب من دبس الرمان، ربع كوب من الكاتشب، ربع كوب من زيت زيتون، وللزينة نحتاج إلى شوية معدنوس وكوب من اللوز. هذه هي طبعا وصفتنا اليوم. ممكن تشوفوا عندنا شوية مكونات، ولكن الوصفة سهلة وبسيطة ومش محتاجة أي مجهود. واليوم أصلا منا بنعطيكم أساس صنع، عفوا أساس تحضير البط، ومنا حنعطيكم أيضا كيفية التعامل مع الشعيرية، كيف احنا نديروها بطريقة رائعة وجينا مفلفلة وكل حبة بروحها. تشوفوا مع بعض احنا أول حاجة بنديروها، عشان هي أنا عندي حوالي 3 لتر او زوز لتر من الميه حطيتهم في طنجره لين بده يغلوا بقوه بهذا الشكل. انتم شايفين كيف عندي هنا الميه بدها تغلي بقوه، لازم اني اخليها لين تغلي تماما باش بعدها انا ابدا في تحضير الوصفه. اول شيء حنلبس جلافز كالعاده باش يكون عندنا الشغل باريحيه ونقدر نشتغله بسلاسه معكم. بالنسبه لل البهارات، انا عندي بهارات صحيحه وعندي بهارات ناعمه. بالنسبه للميه حنحط لها بهارات صحيحه، وللتتبيله بعدين حنحط بهارات ناعمه. اول شيء نحتاج اننا حنجيب الميه زي ما هي، وشو حنحط فيها؟ انا ذكرت ان عندي راس من او 2 قطع من البصل، حنحط القرنفل بهذا الشكل عندي أنا هنا. حنجيب الراس البصل يكون صغير بهذا الشكل، وحناخذ القرنفل ونبي نرشقهم فص البصلة بالطريقة هي. زيتم شايفين عندي هنا عندي 10 حبات، حنرشقهم بهذا الشكل. القرنفل لما يتفاعل مع البصل يعطيني طعم لطيف جدا. البط من الطيور اللي فيها نسبة زنخة عالية جدا، فلازم احنا نعرف كيف نتعاملوا مع الطير هذا كويس وما تكونش عندنا فيه زفرة ويكون الأكل مزعج. وعلى فكرة البط يعتبر من ألد النكهات اللي أنا فعلا فيه طعم، يعني بجديات طعم رائع، فنتمنى فعلا أنكم أنتم تجربوا الوصفة. بعد ما رشقنا القرنفل بهذا الشكل عندنا هنا، حناخده وحنحطه في المية المغلية بالطريقة هي. حطينا البصلة مع القرنفل في المية المغلية بالطريقة هذه. بعدين عندي كمية من الجزر، حنحطهم بالشكل هو. بعدين عندي فلفل حار، حنحطهم بالشكل هذا مع المية. وكذلك نحتاج إلى عودة مثلا كاملة من المعدنوس، حنحطها بالشكل هو. عندي إضافة لهم كمية من الهيل، حبات من الهيل حنحطهم. نجو للبهارات، عندي ملعقة صغيرة من القرفة، وحنزود أيضا من الهيل البودرة،
وحنحط حوالي 4 ملاعق صغيرة من الملح. عندي هنا راس من الزنجبيل حنحط تحتها معاهم. بعد ما حطينا الزنجبيل عندي هنا حنجيب البطة. أنا عندي هنا البطة جي بهذا الشكل، نظفتها كويس. طريقة تنظيف البطة نفس التعامل مع الدجاج بالضبط، إن احنا نستخلص كل الأحشاء الموجودة لداخل. بعدين ممكن حتى تشوطوها شوية على الغاز، يعني من فوق الغاز تولعوا باش أي شعر أو أي ريش نتخلصوا منه. بعدين حتكون عندي جاهزة إن أنا نحطها في المية. فأنا حناخذ البط زي ما هي وحنحطها في المية بهذا الشكل. وعندي أيضا شوية أصناف من الليمون هنحطهم معهم، والمفروض أننا نغطيها ونخليها لمدة حوالي 25 لـ30 دقيقة، لأن البطة عندي خلينا نقوله 50 أو 60% تستوي على الآخر. بعد ما تكون البطة حوالي 60% استوت هنطلع البطة من المية باش ندير هيك تتبيلة أيضا تانية لطيفة، باش بعدها نوريكم كيف احنا حنستخدم الشعرية مع البط. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين الكرام. طبعا بعد ما مرت حوالي 30 دقيقة، بعد ما هيك البطة خلينا نقول مثلا استوت حوالي 50-60%، توا كل اللي نحتاجه اني حنفتح الغطاء بهذا الشكل وخليني اننا نحضر شوية تتبيلة حنضيفها باش بنحطها على البط. عندي طحينة، ما تستغربوش من التتبيلة، انا فعلا التتبيلة هي من التتبيلات لانه وصلت لها وتأكدت انها حتعطي طعم لطيف جدا. هنحط دبس رمان، وحنحط ايضا من الكاتشب، حيعطي حمرارة لطيفة الكاتشب عندنا هنا. وعندي الكاري، وعندي الكركم، وعندي حوالي ملعقة صغيرة من الماسترد، هذه اختيارية لو توفرت، يعني الخردل. وعندي كوب من عصير الليمون، وحنحط كمية من الزيت الزيتون حوالي نصف كوب كويس. وبضع من القطرات من الخل. كل هالتتبيلة بنحاول احنا نقضوا على الزنخة الموجودة في البط، يعني احنا درنا شوية بهارات في المية وكذلك بنعود شوية بهارات تانية للتتبيلة. هنحط شوية من الزنجبيل البودرة وكذلك من القرفة. والملح هنحط اختياري شوية من بصل البودرة. تو هنا بعد ما ضفنا هالتتبيلة اللطيفة هي هنحركها كلها مع بعضها بهذا الشكل زي ما انتم شايفين عندنا هنا. هذه التتبيلة هنخليها على جنب. هنجيب تو هنا صينية أو طاجين بهذا الشكل عندي هنا، وحناخد البطة هناخد عندي البطة بهذا الشكل
وحنحطها في الطاجين عندنا هنا. حنرجعوا لها توا البطة باش نكملوا لها شغلها، ولكن خليني نستغل ما بين المية قاعدة تغلي عندي. بالنسبة للشعيرية حنجيب كسكاس حنحطها على الطنجرة، وأكيد كل بيت ليبي عنده من الكسكاس هو. الشعيرية حنحط لها شوية زيت، يعني حبوها بزيت نباتي مش زيت زيتون، انتبهوا. ونقلبها، نتأكد إن الشعيرية تغلفت كلها بالزيت. وحناخدها نحطها في الكسكاس بهذا الشكل. ونخليها لين حوالي ممكن 5 دقائق 7 دقائق، بحيث انها لين تتبخر هيك كويس او تضربها البخار شوية. توا حنرجعوا للبطة. حنجيب توا البطة عندنا هنا قدامي، وشفتوا كل هالتتبيلة حنحطها على البطة، يعني حنغلف بها البطة كويس من برا ومن الداخل. نتأكد ان البطة كخذت من تتبيلتها كويس. حنحط كل التتبيلة عندنا هنا، وهنا حنستخدم اليدين. يعني كأني قاعد نغلف البطة، حناخذ من التتبيلة نفسها وحندخلها لداخل بهذا الشكل. شايفين عندي تتبيلة، حنبدأ ندخلها في البطة من الداخل. لازم ما تتغلف كويس بتتبيلتنا اللطيفة اللي درناها، لأن فيها كل الطعم. بعد ما تغلفت بالتتبيلة اللطيفة هي، حنجيب بصل. عندي راس ثوم، انتم شايفين زي ما هو حندخله في البطة من داخل بالشكل هو. وعندي حبات من البصل أربعة حندخلهم أيضا، كل هذا حيعطيني طعم للبط. كذلك عندي فلفل أحمر حار، مجرد ما بندخلهم حتى هما. وعندي ايضا فلفل اخضر هندخله بهذا الشكل. نزيدوا له هنا شويه من البصل، والباقي ممكن نوزعه في الطاجين بالشكل هو. تو كل حنحتاج اني نبني مسحه للطاجين عندي هنا، لان لو خليناها التتبيله هيك ملبزه الطاجين حتنحرق في الفرن، حتعطي شويه مراره. بعدين حناخد شوية أوراق من المعدنوس حتى ما حندخلهم بهذا الشكل. توا حناخد البط وندخله للفرن على درجة حرارة 190 أو 200 لمدة 20 دقيقة ثانيات، يعني لين تتحمر عندي البطة على الآخر. بعد ما تكون هيك البطة خلينا نقوله مثلا تحمرت على الآخر وتكون استوت، مجرد ما بعد هيك شوية يعني تشطيبات بسيطة هي، مسح هيك الكاونتر. توا بنشوفوا اللوز. أنا عندي هنا كمية من الزيت، خليني حنحطه على الغاز الثاني خير. عندي كمية من الزيت النباتي حنحمر فيه شوية لوز. الشعرية هنا زي ما انتم شايفين كي اعطيناها يعني ساقط البخار زي ما نقوله. حناخد توا من
المرقة اللي هي فيها البط والبهارات، مجرد ما بي نبل الشعرية بهذا الشكل، بسم الله هيك بطريقة هي، نعود ناخذ كشيك تاني، بسم الله بعد ما حطينا لها المرقة هنا بنحاول اني نقلب شوية، وحنكرر العملية هي من 3 لـ4 مرات لين الشعرية عندي تطيب. هاون نغطوها، بنجو لللوز. حنستنى على اللوز هنا لين الزيت يغلي. بشكل هو بس بعدها عندي حوالي كوب من اللوز اختياري، هو نبو ايضا نحمره مجرد ما يسخن عندي فقط الزيت. خلينا نقوي شوي النار. ملاحظة معطيها لكم انا بسيطة او نصائح عن استخدام اللوز المزلط. في اللي تشروا مثلا لوز ني وانتم بعدين تزلطوا، في تاخذوا لوز مزلط جاهز بالطريقة هي. طريقة القلي متاع اللوز، أكبر خطأ أنكم تقلوه في زبدة. ليش؟ لأن الزبدة مجرد ما يبرد اللوز حتعطيني زي طبقة مزعجة جدا، يعني كان هذا في نوع كان زي القطن يعني حيكون على اللوز وشكله مزعج. أفضل شيء لقلي اللوز هو الزيت، يعطيه لمعة وتستمر معنا لفترة، أو سمن. حتى السمن أيضا كويس، ولكن يفضل ما نقلوش في الشتاء بالسمن، لأن أيضا السمن لو قلناه في الشتاء حيجمد معي، حيكون في طبقة بسيطة. أو ممكن نديروا ميكس بين السمن والزيت، أيضا طريقة ناجحة وفعالة. أنا مجرد ما حناخذ الزيت النباتي حنحط في اللوز بهذا الشكل، وحنستنى عليه لين ياخذ تحميرته. وملاحظة أيضا ثانية، مجرد قبل ما نوصل للون المطلوب انا نطفي عليه وبعدين نقيمه، لانه حيزيد يتحمر حتى لو حطيته في الصينيه من درجه حراره الزيت. هذه الملاحظات هي لازم ناخذوها بعين الاعتبار، انها فعلا تفرق معنا في الوصفات وفي النصائح. كذلك الشعريه، الشعريه في اللي يطيب فيها في طنجره طول. احنا درناها في مواسم اللي فاتت بتاع شهر رمضان، وكانت ايضا طريقتها ناجحه. لكن في فرق بيناتهم، اللي هي تو الشعيريه لما تتبوخ تقعد معي حتى يوم يومين بنفس الشيء. الشعيريه في الطنجره حدها اقصى 6 ساعات، بعد 6 ساعات حتكمش في بعضها وحتكون عندي كتله من العجين. ولكن المبوخه لانها بالبخار فهيك احنا ننفخه في حبه الشعيريه على مهلها، فمش حتلصق في بعضها بعد وقت. شايفين انتم هناك كيف حتى اللمعه يعني قاعده موجوده في الشعيريه، انا حببناها في الزيت قبل. احنا طبعا خلينا البط في الفرن، وتو بنحمروا لها اللوز. مرت خلينا نقول حوالي 5 دقائق ثانيه، حنعاود نفس الكره. ممكن حتى نجيب صحن بس ما نبوش نوسخ الدنيا. حناخذ الشعيريه وهي قاعده في كسكاسها، حناخذ الشعيريه بالشكل هو، وحنحط لها شويه من المرقه اللي عندي هنا اللي هي مرقه البط او مرقه الحم. يا ريت اعطيتكم اساس الشعيريه، ممكن تستخدموها مش شرط يعني مرقه بط، اي مرقه انتم عندكم. مجرد ما احنا بنحط لها بالشكل هو، ممكن نستعمل حتى يعني كشيك عادي ونقلب حبات الشعيرية عندنا هنا. ممكن نعودوا لها شوية تانية من مرقة البط. ليش إننا نحببها في الكسكاس؟ بس الزوايد اللي مش محتاجينها تنزل عندي، ما تقعدش موجودة في الصينية. لو حببناها في الصينية حتعجن معاي، لازم نحببها وهي في كسكاسها نفسها. حرجعها توا في البخار،
والمرقة هي بكل بساطة نعاودوا نرجعوها، بعدين هي الزوايد أصلاً أوريدي حتنزل في التنجرة. حنقلب بهذا الشكل. ونغطوها لحد ما تستوي. اللوز هنا بدأ عندي يغلي، حنقلب حبات اللوز لين يطيبوا عندي. أهم شيء اللوز نقلوه على نار متوسطة مش نار عالية، لأن لو كانت نار عالية أعزائي المشاهدين حينحرق، وحيبدأ لما ينحرق اللوز سبحان الله نحس فيه يبدأ قريب للفول السوداني أكثر، قريب للكاكاوية أكثر. فلازم نحن ما نبوش نحرقه، مجرد بنحمصه نخلوه كلون هيك ذهبي مش أكثر. لو مدلين الريجيم أو حابين تكون هيك هيلتي أكثر، ممكن نحن اللوز نحطوه في الفرن أيضا يتحمر عادي جدا. شايفين أنا مجرد بوريكم بس بدا هيك تحسوا إنه في لمعة، وبدا هيك شوي شوي إنه ياخذ اللون. أنا مش حنخليه لين يوصل اللون الذهبي 100%، لأنه حيزيد يتحمر حتى لو بعد ما نحطه في الصحن. فأنا مجرد فقط أنا نبي نعطيه تحميرة بسيطة هنا مش أكثر. الشعرية لازم تكون أيضا حتي على نار متوسطة، من متوسطة ما تكونش على نار هادية ما تكونش على نار عالية، بس البخار يتوزع مظبوط. شايفين عندنا هنا اللوز داكي على وشك انه يتحمص. ممكن تستخدموا اي نوع مكسرات تانية، ممكن تستخدموا كاجو، بندق، المتوفر عندكم يمشي عادي. اهم شي نقلبه تقليبة بسيطة. نبغى اللوز ياخذ اللون المطلوب. هنستمر في التقليب، ما نوقفوش من التقليب حتى يتحمر كله مع بعضه. انتبهوا فيه من ما تقلبوش يعني حينحرق. احنا لازم نقعد نحركه فيه بهذا الشكل. زي ما شايفين عندنا احنا هنا ديك يولي لونها ذهبي خلاص. طبعا بنطفي عليه. زي ما شايفين عندي هنا هو قاعد مازال يتحمر حتى لو بعد ما نحيته من الغاز، قاعد مازال يتحمر. فنحن ناخذ اللوز حننزله كمان الزيت وحنحطه في الصحن بهذا الشكل. كل زوايا الزيت حنزلوها. هذا هو اللون المطلوب، بنبوش نخلوه أدكن. ممكن تحطوه في حافظة يقعد لكم حوالي 3 أيام ما يصير لا شيء أي شيء، 3 أيام مش أكثر. مجرد ما نحطه لآخر لوزات أعتقد هيك كويس. خليني نشوف البطة شن صاير فيها، قاعدة كي تتحمر عندي. توا بنعاودو للشعرية حتى هي كي جلسة تعويم هيك بسيطة. خلينا نحرك هيك قبل نشوف الأخبار عندي كيف. يعني ممكن على وشك انها تستوي خلاص.
هاخذها كشيك واحد بس من المرقة، مجرد نبي نحلها بالمرقنة شوية، لأن المرقة تحلي في الشعرية بتبداش هيك شاردة في بعضها. زي ما شايفين عندنا هنا بدولها هيك كشيك تاني. طبعا والزوايد كلها قاعدة تنزل في الصحن اللي تحت. توا هنا حنجيبوا شوية من القرفة، حنحطوها على الشعرية بهذا الشكل، حنقلبها مع القرفة بهذا الشكل. شايفين كيف عندي هنا؟ طبعا حتى النكهات نفسها مش قادر نوصفها، يعني الروائح كلها يعني طلعت لي من المرقة اللي ضفناها. حنضيف ايضا شوية هيل ناعم. طبعا الشعرية عندي هنا طابت، دائما بنمسها ولا طايب. توا ما عادش برد هو على البخار، لان لو رديناها على البخار حتكمل سوا، انا خلاص ما عادش نطيبها اكثر من هيك. توا ممكن نغطيها ونخليها زي ما هي على جنب بالميه اللي نزلت شويه، باش هي ترجع لي البخار هيك، باش تقعد الشعريه سخونه. فلتنا هي بتكون البطه عندي استوت، باش نرجع لكم ونقدموا وصفتنا مع بعض. رجعنا لكم احبائي الكرام بعد ما استوت عندي البطه والشعريه. انا حبيت نستغل الوقت، غرفتها في الصحن ودرت لك زيت تجويفه، ولكن بوريكم فقط انا كيف الشعريه عندي مفلفله، كل شعره شعريه بروحها. انتم شايفين عندنا هنا هذه تبي حتى باليدين، شايفين كيف؟ جربوا وصفه حتى الشعريه بروحها، ولكن بنطلب منكم فقط ان نحصلوا دعوه خير. هيك حبينا هيك نقدموا لكم طريقة الشعرية بخطواتها البسيطة. تو انا حنجيب البطة عندي وحنحطها في التجويفة اللي درناها. طبعا البطة انا فصتها بصل، ممكن انا بصل درتها فقط للطعم باش ينحي الزنخة، لان طبعا عارفين ان كمية الزفار اللي موجودة في البط قوية. توا حناخد البطة زي ما هي وحنحطها ممكن بنحاول ان نختار هيك الزاوية الممتازة. اوكي الزاوية هي هيك قدامي كويسة. حناخد البطة وبنحطها بهذا الشكل، يعني ممكن نحط الفلفلات. هذا الشكل عندنا. طبعا احنا الخضرة زي الجزر، فخليني نحطهم هنا. طبعا الجزر عندي استوى في المرقة، فخلينا قلنا نستغلوه على الأقل في التزيينة. تمام.
بعدين حنجيب فويم، خلاص هم مش محتاجين له، مجرد هم بنجيب سلفر هنقطع شوية من السلفر، وهي أكثر شيء في الأوتيلات يعني يستخدموا فيها كديكور لطيف، وأنا شخصياً نعتمد فيها في الطيور سواء السمان أو البط زي عندنا اليوم. هنا نغطي لهم في رجليهم بالفويل، فممكن ناخذ شوية فويل أو السلفر ونجول الرجل هي ونغطه، يعني يطلع شكلها لطيف أكثر بأنها تكون كعادية. واحدة ثانية، أنا حنجيب ممكن حبتين بصل بنوقف عليهم البطة من الأخير. أيوة هيك تمام. وخليني تو نجيب اللوز نحط اللوز عندنا هنا، فوق الشعرية. ملاحظة ممكن على الشعرية تحطوا لها شوية زهر تعطي لطيفة جدا نكهتها، بحطوا لها انتم زهر. وتوا ممكن بنحط شوية أصناف من الليمون على فوق البطة من الرقبة، بنعصرك شوية أيضا ليمون على البطة نفسها. وعندي هنا فلفل أيضا حنحطه. شوية خضار من المعدنوس. هذه كانت الباشكان البط، ان شاء الله تكونوا حبيتوا وصفتي واستمتعتوا فيها زي ما انا ما استمتعت معاكم. شايفين يعني الشكل عندنا هنا. طب نمشوا لفاصل اخير باش نجوا نديروا مع بعض الغموس الفلفل مع الجبن اللي حيكون مرافق لوصفتي لليوم. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام باش نديروا مع بعض الوصفة الثانية اللي هي الغموس الفلفل مع الجبن. نوع هيك من السلطة خفيف جدا، أو من الغموس خلينا نقوله خفيف مع وجبتنا لليوم. نشوفوا مع بعض طبعا المكونات. عندي فلفل مقلي، وعندي جبن مثلثات، عندي 8 قطع من جبن المثلثات، وعندي شوية معدنوس، ونحتاج أيضا لشوية زيت زيتون. هذا كل ما نحتاج للغموس بتاعنا، يعني ما هوش معقد ابدا. اول شيء حنجيب الفود بروسيسر او ست البيت او محاضره الطعام زي ما تحبوا تسموها، حنحط فيها الفلفل المقلي، وانا شكلت بين احمر واخضر، حنحطهم بهذا الشكل. ونحتاج ايضا لحوالي 8 من جبن المثلثات، ونحتاج لشوية زيت زيتون. ونشغل.
الأخبار عندي هنا مجرد ما نبيع. مش محتاجين طبعا ملح لأن الجبن عندي أصلا معدل الملح متاعه. نحيه هما من هنا. هنجيب الغموز هو وحنحطه في صحن التقديم. ونوزع شوية توزيعة بسيطة. هنحط عليهم شوية زيت زيتون. وزي ما ذكرنا في الوصفة معدنوس للزينة. وصلنا لختام حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام. نحب نذكركم بالوصفة اللي حضرتها لكم. كانت عندي بشكان البط اللي هو استخدمنا فيه الشعرية واستخدمنا فيه مجموعة من التوابل مجموعة من التتبيلات. وكذلك أيضا علمتكم كيف احنا ندير الشعرية بكل خطواتها وأيضا تتبيلة البط كيف ممكن ناخذه على الزفرة متاعها. أتمنى فعلا أنكم تجربوا الوصفة هي. تاني وصفة عندي اللي هي الغموس الفلفل مع الجبن. وصفة أيضا رائعة وسهلة وبسيطة مش محتاجة منا أي مجهود. وهيك وصلنا لختام حلقتنا لليوم. نحب نذكركم أن الوصفة نازلة عبر اليوتيوب وأيضا عبر صفحة برنامج سفرتنا. نشوفكم إن شاء الله في حلقات جديدة مميزة إن شاء الله مع قربية عيد الأضحى. عندنا هيك شوية وصفات مناسبة للعيد. وموعد البرنامج كل سبت وكل ثلاث ساعة سادسة مساء. الإعادة كل أحد وكل أربعة ساعة ثلاثة الظهر. شوفوكم على خير. الله معكم إيهاب بن رجب. نتلاقوا على خير إن شاء الله.